السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم في حضرة العلامة فضيلة الدكتور علي جمعة، هذا الإمام المجتهد باتجاه السنة، هذا الرجل الذي يعلمنا بكل ما يقوله، يعلمنا أن نكون أرحب صدرا ونحن نتعامل مع هذا الدين السمح، الدين الذي جاء كي ييسر الحياة وكي يجعل الأخلاق أمرا واقعا كي تطبق على أرض الواقع. هذه هي روح الدين، وهذا هو علي جمعة. سعدت مساء يا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا بحضرتك. الحقيقة سؤال الحلقة فضيلة الدكتور يشرح موضوعها، ودعني أطلع مشاهدينا الكرام عليه. هل توافق على العيش في الغرب، في دولة أجنبية عموما، وفق قوانين للأحوال الشخصية تختلف في بعض وجوهها عما نص عليه الإسلام الحنيف، كتحريم تعدد الزوجات وكالمساواة الكاملة للمرأة بالرجل في الميراث وكإلغاء ولاية الرجل؟ هذا هو موضوعنا، لكنني أحب أن أبدأ مع فضيلة الدكتور علي جمعة بأمر آخر، وأرجو ألا نستغرق فيه الكثير من الوقت. أعرف شوقكم للإنصات لحكم فضيلة الدكتور في هذا الشأن، لكن القمة العربية في الكويت يا دكتور، وحال العرب لا يخفى عليكم، حال فيه انكسارات كثيرة، أدعو لهم يا سيدي. ندعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرح قلوب حكام العرب ويشرح قلوب علماء المسلمين ويوحد بين هذه القلوب، فإنه لا يؤلف بينها إلا الله. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمرجو هو الله، والمأمول هو الله، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل على العباد غضب الاختلاف، والاختلاف غضب من عند الله، والخلاف عندما لا يرى النيات الصافيات. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى لأمير الكويت الذي دائما يحاول الجمع الإخوة العرب وأن نتجاوز هذا، وكان مثله المرحوم زايد وقد علم أبنائه هذا أيضا، ولهم مواقف في التاريخ كثيرة من رفع النزاع بين الأردن والفلسطينيين، رفع النزاع ما بين سوريا والعراق، رفع النزاع ما بين اليمن واليمن، رفع النزاع ما بين اليمن والسعودية، رفع النزاع ما بين مصر والسعودية في السابق أيام عبد الناصر، وهكذا. ولذلك فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى صادقين من القلب أن تنجح الكويت في إتاحة الفرصة، وإن لم يكن على جدول الأعمال مثل هذه الأشياء، وهذا حسن أيضا في فتح فرص من بعد فرص للقاء، للوفاق، للائتلاف، وليس للاختلاف. آمين يا فضيلة الدكتور. نرجو الله سبحانه وتعالى آمين. وهو المرجو وهو المأمول أن يستجيب دعاءنا، لأن حالنا مع الفرقة ضعيف جدا، وحالنا مع الوحدة قوي جدا، وهذا أمر يشاهده كل أحد وتعرفه الشعوب وتؤمن به. فالله يوفق هؤلاء الناس، والله يكون في عونهم، أن لأن المسؤولية ضخمة، ولكن أيضا القلوب بيد الله. فضيلة الدكتور، باختصار شديدا أيضا، ما العلاقة بين الإسلام والعروبة؟
واحنا بنتكلم دايما عن الهوية مثلا في مصر، احنا ايه هويتنا؟ ايه احنا؟ فرعنا ولا احنا افارقة ولا احنا شرق اوسطيين ولا احنا من البحر المتوسط وثقافته احنا ايه؟ فبنقول هوية المصري العروبة والإسلام. أيوة. العروبة، لكن أنت قدمت هي أنت قدمت العروبة على الإسلام، هذا تقصده يا سيدي؟ لأنه هذه هي الدائرة الصغيرة ثم هذه هي الدائرة الكبيرة. نعم. فمن المنطق أن نذكر الصغير قبل الكبير. العروبة هي عبارة عن لغة، واللغة معناها الفكر، فطريقة التفكير الآن هي طريقة تتعلق باللغة العربية. نعم. والإسلام الحقيقة المقصود به هنا في تحقيق الهوية هو الحضارة. نعم. نجد أخويا المسيحي بيحب كحك العيد، مسلم ثقافة وهو فرحان بهذا. أدخل عند واحد من بتاع الحلويات فلاقي عنده يقول له ده كحك صيامي. صيامي يعني إيه؟ ما احنا أيوة بنجيب الكحك في عيد الفطر وكل حاجة بعد الصيام. قال لا، كحك صيامي يعني مش محطوط فيه الممنوعات على المسيحي. أيوة. المسيحي سواء كان قبطي أو كان على أي مذهب آخر، لكن الله ليه بيحبوا يا أخي؟ ما شاف المسلم أخوه المسلم اللي في المدرسة واللي في الجار واللي في الشارع وكذا بيأكلوا، فعايز يأكل من ده يشوف إيه فأكله فلا حلو. فدي ثقافة، دي حضارة. بيلبس زينا، البنت لما هتتأخر عن الساعة 10 ولا 11 بقت 11 دلوقتي، كانت على أيامنا احنا الساعة 8، لكن كبرنا فإذ بيها بقت 11. هيزعل المسلم ويزعل المسيحي، يعني المسيحي هيقول له بنته اختشي، عيب انت تأخرتي ليه، انت كنت فين؟ والمسلم بيعمل كذلك في هذا. وفي على فكرة ما بيعملش بس أيضا المسلم والمسيحي. أيوة. يعني عايز أقول لك إن الحياة والأعراف والتقاليد والموروث والملابس والأكل والشرب وطريقة التفكير وطريقة العلاج والعلاقات الاجتماعية، كل ده هو اللي احنا بنقول عليه حضارة الإسلام. حضارة الإسلام بتظل هذه البلاد والبلاد فرحانة بيها. فإذا هويتنا، ولذلك على طول وإحنا كنا بنحط الدستور محدش اعترض أبدا من الإخوة المسيحيين ولا من اليهود ولا من أي حاجة أنه ينص على أنه والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. الشريعة الإسلامية بتقول إيه؟ بتقول حافظ على النفس، حافظ على المال، حافظ على العرض، حافظ على الـ كذا، المقاصد الخمسة، مكارم الأخلاق، العقل اللي كذا إلى آخره. ولما حد بيتكلم عن التعليم في حد بيقول ان التعليم مسوأة، لما بنتكلم عن الصحة في حد بيقول انه بل حتى في التوصيف في حد بيقول ان احنا يعني بلد متطور في الصحة او بلد متطور في البحث العلمي. لا، محدش. المسلم والمسيحي على حد سواء، ادي هي الهوية، ادي العلاقة ما بين العروبة والإسلام. لانه في فترة ماضية يا دكتور الركنية انه دول الاثنين اركان الهوية. نظر البعض إلى مشروع آخر مختلف كبديل عن المشروع العربي، مشروع الخلافة إلى آخر هذا الكلام الذي يتجاوز العروبة، والجملة الشهيرة اللي أكيد سعادتك سمعتها، المسلم الباكستاني أقرب إلي من المسيحي المصري، وهذا كان صادما وأظنه انتهى الآن يا سيدي. الغريب أنه حسن البنا كان له مرحلتين في حياته، مرحلة من 28 إلى 38 ومرحلة من 38 إلى 48، حيث قتل في فبراير سنة 49، 10 سنين تقريبا. في المرحلة الأولى أثار هذا الكلام وقال يا جماعة ده هي الوطن دايرة كده والأمة دايرة أوسع منها، بتاع ماليزيا وبتاع المسلم الأمريكي مثلا دايرة أوسع منها، فإذا تعارضت المصلحتين يبقى هقدم مصلحة الوطن. أيوة. ليه يا حسن؟ قال لأن أنت إيدك في الدائرتين، إيدك في الدائرتين مصر والأمة، عارضت إيدك اللي في دائرة واحدة يبقى الاتنين يغلبوا الدائرة واحدة، بمعنى أن أي مصلحة للوطن هي مصلحة للأمة. إذن فأنا بقدم مصلحة الوطن لأنها تشتمل وبلا شك مصلحة الأمة على مصلحة الأمة المفردة، فما يجيش إن
اللي مش عارف الماليزي او الامريكي افضل من اخويا المصري ما يجيش. هو الناس دي مش فاهمة، الناس دي بتتكلم بحماس مش بعقل، الناس دي انكرت الحق والحقيقة والتحقق، الاذواق والاشواق انكروها واشتغلوا في الظاهر، فمش بقى في الظاهر. وده كلام كتير نعمل له حلقة والله. اللي هي اللي بيقولوا عليها ايه، الاذواق والاشواق والاخلاق. اشتاق الى الانصات اليك في تلك الحلقة ان شاء الله، زملاؤنا في الاعداد يرتبونها يا سيدي. موضوعنا كيف يمكن لمسلم يتشبث بدينه ان يعيش في مجتمعات تحررت تماما من الدين، أصبحت شريعتها التوافق المدني والقوانين المدنية يا فضيلة الدكتور، وتنظر مثلا إلى تعدد الزوجات على أنه جريمة، تدخل السجن في تعدد الزوجات وأشياء كثيرة أخرى من هذا القبيل. كيف يمكن لمسلم أن يعيش في بلاد هذا ديدنها يا سيدي؟ مطلوب الإجابة الآن ولا في فاصل؟ لا الآن. الآن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أصله هو ربنا بعته هداية، فلما بعته هداية بعض الناس اختزل هذه الهداية في السنة الأخيرة من حياته، وده مش مظبوط. ده النبي عليه السلام فضل يوحى إليه 23 سنة، فعمل لينا ما أسميه أنا وكتبت فيه ومنشور وكل حاجة، النماذج الأربعة. إيه النماذج الأربعة دي؟ النبي في مكة يختلف عن لما قال لصحابته روحوا الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يعني العدل أساس الملك، فأصبح نموذج الحبشة وما فعله جعفر الطيار مع النجاشي لغاية ما أسلم في النهاية من الأمثلة الراقية. مش أسلم بس، ده هو والرهبان بتوعه والعلماء بتوعه. هذا مؤكد فضيلة الدكتور اللي هو أن النجاشي قد أسلم؟ مؤكد لنا نعم. هقول لسيادتك حاجة، لأننا نعرف إثيوبيا وهي دولة مسيحية على نمط الكنيسة الأرثوذكسية، يعني ده جد بعدين. حضرتك اللي هو الإسلام لا ينازع الناس أملاكهم، وهو ده النموذج، وده نشرحه بتوسع. نعم لكن نعم، وأولاد الصحابة هم المسلمين بتوع أثيوبيا دلوقتي. وعلى فكرة بقى المسلمون في أثيوبيا هم الغالبية، يعني نحو 60%. صحيح، ربما معظمهم ذهب إلى إريتريا في التقسيم الذي حدث بين إريتريا وإثيوبيا. دي عاملة زي الباكستان والهند، لأنه إريتريا ما أعرف أن فيها يعني أكثر من نصف السكان من المسلمين. لا ده إريتريا أكثر من كده، ده 70% من المسلمين. ولكن المكان ده كان واحد، والمسلمون كانوا كثر فيه، وهم أبناء الصحابة. نعم. الذين تخلفوا حتى عن رسول الله. يعني الصحابة دول ما رجعوش المدينة، ده بعضهم رجع وبعضهم بقي في جوار النجاشي إلى أن مات وخلف بقى هذه الخلفة. حضرتك النموذج الأول مكة، النموذج الثاني الحبشة. مكة شكلها إيه؟ مكة شكلها دولة ضد الإسلام والمسلمين مثلا، واللي هيصلي هنطرده وهنعذبه وهنقبض عليه، ده مش سامح، لكن عاشوا فيها. الحبشة الحكومة ما فيش مانع، صلي زي ما انت عايز، في حرية، ولكن مع هذه الحرية إلا أنهم مش مسلمين، هم على ديانة أخرى. نمرة ثلاثة، المدينة أولا، لما النبي دخل المدينة أولا فوجدناه عنده مجموعة من المشركين، مجموعة من اليهود، مجموعة من المسلمين، مجموعة من المنافقين اللي بيظهروا الإسلام لكن هم في أصلهم بيحاربوه. فراح عمل فكرة الوطنية اللي احنا دلوقتي بنقول عليها الوطن، وخلى الجميع شركاء في حماية هذا الوطن، حقوق وواجبات. وبعد كده اليهود خانوا مرة والتانية والتالتة وخرجوا عن مقتضى الوطنية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية وخرجوا خلاص وراحوا بطرق مختلفة. فأصبحنا في النموذج الرابع بلاد مسلمين وما فيهاش ولا واحد مش مسلم، فأصبحنا في أربع نماذج.
الناس فاكرة ان النماذج دي راحت خلاص وان احنا لازم نعيش في بلاد كلها تبقى مسلمين واللي ما يبقاش مسلم نضربه بالجزمة. الكلام ده لا علاقة له بالإسلام. الإسلام لا يعيش بالإسلام ولا بالواقع ولا بالواقع ولا بالتاريخ ولا بالدين ولا بالدنيا ولا بأي حاجة. الكلام ده تشويه مستمر للإسلام وللمسلمين، بس يأتي من جهل بعض أبناء المسلمين. دعنا نشوق المشاهد الكريم، وأنا أعرف أن مشاهدينا يا سيدي في غاية الشوق من غير تشويق للإنصات إليكم فضيلة الدكتور، لابد أن نذهب الآن إلى فاصل، بعده نشاهد معا تقريرا ثم نكمل. وأنا أحب أن نكمل من حيث قطعت أنا للأسف خيط الحديث، لأن الفكرة في غاية الأهمية فضيلة الدكتور. بعد فاصل قصير نشاهد التقرير ثم نعود للإنصات لفضيلة الدكتور علي جمعة. اتضح لي مشاهدي الكرام أنني تعجلت التقرير بعد قليل، وهذا يمنحنا فسحة من الوقت كي نكمل الفكرة التي نحن في أتم الشوق كي نعرف نتيجتها خلاصتها. فضيلة الدكتور، النماذج المحمدية الأربعة، ترك النبي لنا نماذج أربعة نعيش فيها. أنا مسلم ومن مواطني روسيا الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي الشيوعي، حيث كانوا يغلقون ويعني يتعاملون مع الأديان كلها بعدوانية شديدة، بعدوانية وخاصة في البداية في الثورة البلشفية، حتى مات 20 مليون بني آدم من أجل بدء الثورة الشيوعية. هعيش بس هعيش في مكة كده. وفي مكة إيه اللي بيحصل؟ سيدنا النبي بيدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها 360 صنم. ما حاولش مرة بالليل يشيل صنم أبد، وهو بيعبد ربه وبيسجد. طب لما تلاقي كده الحتة الصغيرة دي فيها 360 صنم، كان بيسجد إزاي؟ كان بيسجد فين؟ ما هو لازم واحد يتخيل. مش هي الأصنام دي بتطفش الملائكة؟ هو في ملائكة بقى تبقى حوالين الحرم؟ والحرم ده الذي نجسه المشركون بتلك الأصنام هو محل نظر الله سبحانه وتعالى وتنزل سكينته، والأصنام دي أشياء، ده عالم الأشياء ولا يؤثر حاجة في هذا. وصلى. طيب يبقى إذن النموذج معين. لما جه سيدنا النبي يمشي على المدينة، خلى علي، حتى سيدنا علي عليه السلام علشان يرد للمشركين ودائعهم. يعني يعني المشركين حاطين عند النبي الودائع بتاعتهم لانهم يستأمنونه. ما قالش ليه دول كفار ولاد كلب؟ لا يعني وما رجع لهمش حاجه. ده سيبك من الحته. ما قالش ليه كده؟ صحيح، لا لانه ده حاجه عاليه قوي، لكن سيبنا من كده، احنا على المشرك نفسه. راح للنبي ليه؟ شايف راح للنبي لانه محمد ابن عبد الله سيد قومه، هم عارفينه ده سيد والامين، وانه امين وانه صدوق وانه مصدق وهكذا. المهم انه المشرك اللي رايح له ده النبي عليه السلام لا رفض انه ياخد منه الوديعة، ولا المشرك نفسه جه وقال له والله انا مختلف معاك في العقيدة وانت بتقول اله واحد استأمنك، فانا مش هحط عندك الحاجة دي لأحسن اي حاجة. لا ما حصلش كده. إذن دول كانوا عايشين، نقعد بقى لو تأملنا في السيرة بهذه الطريقة هتطلع لنا النموذج المدني. إزاي كان بيتعامل معهم؟ إزاي كان واحد لما جه وحبوا يستهزأوا بيه، كان عنده دين مع أبو جهل، فراحوا قالوا لهم تعرف أبو جهل يحب مين؟ الرجل اللي هناك ده، وشاوروا له على النبي. فالرجل راح للنبي وقال له أنا عندي دين على أبو جهل ومش راضي يدهوني. قال له طب تعالى معايا، وخد. والناس قالك طب احنا نتفرج دلوقتي ابو جهل هيعمل في محمد ايه. فلما فتح قال له يا ابا الحكم ولا ادي للراجل ده حاجته. فدخل الراجل وجاب الحاجة وعطاها له. فقالوا له الله ما كناش منتظرين منك كده ابو جهل،
احنا كنا منتظرين ان احنا نضحك وتعمل لنا في محمد يعني مقلب. فقال لهم رأيت فحل إبل خلفه كأنه سيأكلني، فرحت داخل بسرعة لحسن أهو ربنا ألقى في قلبي الرعب بكذا أو كذا. فالراجل إزاي يعني يروح للنبي أو إزاي النبي يقوم معاه؟ حياة حياة. وكان هذه الحياة بتعطينا بقى لما نقعد ندرس كويس قوي ونجيب كل المواقف والأحاديث وبيطلع لنا ما يسمى بالنموذج المكي، وهو ده اللي هنعيش به في وسط الدولة التي لا تريد. بيعبدوا ربنا، راحوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يبقى ده جايز ان احنا نروح واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اقعدوا صلوا في بيوتكم، ما لكمش دعوة. ده ما جيش بقى اقول لا ده انا لازم اذن. تاذن؟ ما انت هيقبضوا عليك. قال لا ما انا ما يهمنيش، في سبيل الله كنا نبتغي رفع اللواء فليقم للدين مجده او ترق فيه الدماء. وكانه يا دكتور هذا يطبق النموذج في غير محله، في غير محله، يعني يطبق نموذج المدينه المتاخر في محل نموذج مكة المبكر. واديله بقى لما نروح هناك عند الحبش هنلاقي وضع تاني خالص. ابن عم النجاشي بينازعه على الملك زي ما بعض الناس دلوقتي بتنازع على الكرسي. النجاشي صاحب السلطة اللي موجودة والقوة، جه ابن عمه يحاربه، فالزبير راح له وقال له احنا نحارب معاك. يبقى هنا هيخليني اقول انه يمكن للانسان في الجيش الوطني ان هو يروح يحارب العدو. وسيدنا الزبير يستشهد بافعاله. ده نموذج. ده نموذج. فالجندي الامريكي ما دام هيحارب ناس ضد امريكا وهو مسلم ومينضم للجيش ويعمل ويتدرب وكل حاجه ويحارب. لكن في قضية إشكالية هنا فضيلة الدكتور، لو أن الرصاص في بندقية هذا الجندي الأمريكي المسلم الأمريكي، نعم، سيوجه في صدور مسلمين، ما هذه كمان أزمة ضمير هائلة. يعني نروح بقى للقانون الأمريكي اللي حلها مستفيدا أو غير مستفيد، أو يمكن ما يعرفش إحنا بنعمل إيه. ما هو الزبير ما قالش للنجاشي وانت بتحارب المسلمين، قال للنجاشي وانت بتحارب ابن عمك اللي هو ضد الدولة. القانون الامريكي بيقول ايه؟ بيقول انك انت جندي وترى عقيدتك انك ما تقاتلش في الحرب دي، تبلغ قبل ما تصدر اليك الاوامر بالتعيين فتعفى. فتوفى. ايوه شوف ايوه ده مسلم، ده شغل فقه اسلام. انا ببلغ بقول لهم انا جندي اهو وكويس قوي، انا مستعد اروح نقاتل في فوكلاند، مستعد اروح اقاتل في استراليا، لكن افغانستان والعراق لا. فيعفى من أداء الخدمه العسكريه. فيعفى. وتشيني جاب فتوى وزير الدفاع الامريكي قبل ما يدخل العراق وقبل ما يدخل كذا، بعت فتوى وقال لهم يا اخوانا في دلوقتي احنا قادمين على حرب والمسلمين بيقولوا لنا عندنا فتوى. لو سعادتك تقول انه استفتى. ايوه استفتى علماء دين. استفتى علماء دين. وللاسف ان الاخوه دول اللي دلوقتي عاملين روحهم بيدافعوا عن الإسلام أفتولوا بأنه أيوه يروح يقتل المسلمين في العراق وفي أفغانستان. لا إله إلا الله. وأنا لما اعترضت اعترضوا علي وشتموني. يا ساتر. والكلام ده هو قبل دخول، وأنا ما كنتش فاهم هما بيعملوا كده ليه. أنا مش فاهم. وسألت واحد من كبرائهم أنتوا بتعملوا أنتوا، وأنا مش فاهم أنه كلهم منتمين إلى حاجة واحدة وأنهم بيتلقوا الأوامر. وهذا هذه الفتوى كان جزء من الأثمان التي دفعت من أجل وقوف الغرب مع تلك التوجهات. يا أستاذ أنا شاهد على العصر، وهؤلاء لا يرجون وجه الله. لكن معلش النهارده بيقولوا لي في المؤتمر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنت موافق على المصالحة ولا لا؟ قلت لهم مش اسمها مصالحة، اسمها أن مصر ستقبل أبناءها عندما يعودون إليها.
ما فيش اسمها مش اسمها مصالحه. مصالحه يعني انا وهو بقينا راس براس. دي جمله بديعه، قلها لنا مره ثانيه. اسمها ليست هناك ما يسمى بالمصالحه، فيه القبول. نحن سنقبل ابناء مصر اذا عادوا الى مصر. سنقبل اي شخص باي توجه واي عقيده سيرجع الى مصر ما دام محبا لمصر. اما مصالحه بمعنى مفاعله من الطرفين، انا سيب وانت تسيب، احنا مش اطراف مختلفه. احنا وطن شذ عنه من شذ، فاذا اراد الرجوع فنحن هذه البلاد الام الرؤوم التي لا ترفض ولا تقصي أبنائها، ولكن في نفس الوقت هذه ليس اسمها مصالحة. عليهم هم أن يعودوا إلى الوطن. وأهلا وسهلا بمن عاد. وعفى الله عن كلمة أذنت لهم لمن لم يعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا لا علاقة له بالمحاسبة القانونية لكل من أجرم أو افتأت أو أراق الدماء، دي حاجة تانية. مسلمات. هذا الكلام من المسلمات. الله ينور عليك. احنا بنتكلم على من لم تتلوث يداه بالدم. النموذج الحبشي بيقول لي حاجات كتير، بس أقرأ بقى واستنبط وشوف كيف عاش المسلمون في دولة غير إسلامية ولا تقبل إسلام. وده هو الحال. يعني انجلترا مثلا، انجلترا لو كنت في زمن معين دخلت بالمصحف كانوا ياخدوه ويحرقوه ويحرقوني ايام محاكم التفتيش. النهارده انجلترا بتطبع المصحف، المانيا بتطبع المصحف. انت عارف سعادتك انه في الفنادق الكبرى في بريطانيا، في عموم أوروبا والولايات المتحدة، يسألك عامل الاستقبال، موظف الاستقبال، عن الكتاب المقدس تحب إيه؟ تحب إيه؟ تحب الكتاب المقدس ولا القرآن ولا كما تشاء ولا اليوباني شاد الهندسية ولا بالضبط. إذن أنا في جو تاني، جو مكان مش هو ده اللي قال فيه الفقهاء ويحرم حمل المصحف إلى بلاد غير المسلمين. ليه؟ لانهم بيقتلونا، بيهنوه، بيعملوه. ما بقاش يهنوه، ده بقى يحترموه. وبقى على فكره اهانته جريمه صحيح تستوجب العقوبه. صحيح. لا انا بتعامل في جو تاني. انا كده انتقلت من مكه اللي هي انجلترا الى الحبشه اللي هي انجلترا دلوقتي. نفصل ذلك بعد الفاصل يا سيدي، وارجو انه ايضا يكون هذا هو الوقت الملائم لمشاهده التقرير بعد الفاصل. لكنني أحب أن أسأل فضيلة الدكتور علي جمعة أيضا عن التفاصيل، لأن الناس تغرق في بحر مرتبك ومتلاطم من التفاصيل، منها مثلا تجريم تعدد الزوجات ويخش السجن يتقبض عليه، جريمة فظيعة هناك يا فضيلة الدكتور. بعد الفاصل. بعد الفاصل حاضر. وبعد أن نشاهد معا التقرير. الشخصية في الغرب مختلفة تماما عنها في البلاد الإسلامية، وده بيخلي بعض من المسلمين اللي عايشوا برا يقارنوا بين قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. في حاجات كتير قوي لاحظتها هناك في مسألة الأحوال الشخصية أنا استغربت جدا إن هي مش موجودة هنا، زي مثلا البنت وإن يكون لها مطلق الحرية في إن هي تختار زوجها. الراجل بيبقى هو متكفل بإنفاق على الأسرة، والست بتبقى تلتزم بالطاعة للزوج، وعلى أساس إن هو متكفل بالإنفاق بيكون ليه بعض الحقوق، زي إن هو ليه حق تعدد الزوجات، ليه حق التطليق بإرادة منفردة يعني من غير ما موافقة الست. وهناك مفيش حد ليه الإرادة منفردة في إنهاء العقد أو إنهاء عقد الزواج بشكل فردي من غير موافقة الطرف الثاني. بره الثروة بتتقسم بالنص بالظبط بين الرجل والست لما يحصل طلاق، بحيث ان هما الاثنين تعبوا في الموضوع. لو الطفل مثلا اتعرض لانتهاك داخل الأسرة او خارج الأسرة، ازاي ان الدولة بتقدر ان هي تاخده
من المكان اللي هو فيه حتى لو كانت الأسرة دي، وبتبتدي تحطه في أسر بديلة بتكفله قدر من الرعاية والاحترام. في أسر كتير في مصر بتستخدم تعذيب لأطفالها كأسلوب من أساليب العقاب. في الدول الغربية عامة بيبقى فيه الست تبقى يعني هي يعني الحاضن الرئيسي، والراجل بيبقى ليه بس يبقى ليه دايما حق ان هو يشوف الأطفال مثلا يومين أو ثلاثة في الأسبوع. في مصر الراجل بيبقى يعني للأسف ليه فرصة ان هو يشوف الولد ثلاث ساعات بس في الأسبوع. احتراماً لأن قوانيننا دينية، ده خليهم يتسألوا لو يصح أننا نقتبس من الغرب قوانين دي من غير مخالفة للشرع. أنا ما أقدرش أجزم أن أنا أعرف أن في حاجة في الدين بتقول البنت ممكن تقدر أنها تتجوز بمفردها، ولكن أنا بتسائل هل الدين يحد من ده؟ هل الموضوع الرؤية اللي هو الثلاث ساعات في الأسبوع مثلاً بالنسبة للرجل، هل دي ليها يعني سند شرعي او ليها يعني في حاجه في يعني واضحه في الشريعه او في الفقه مثلا بتدل على كده؟ هل يجوز ان احنا نقدر ناخد الطفل ده من الاسره اذا ثبت ان الاسره دي بتعتدي عليه سواء جنسيا او بتعتدي عليه بدنيا؟ لو في حد مسلم عايش بره، مهاجر بره، او يعني او مقيم بره بشكل دائم، فهل من حقه ان هو يعني يتبع الشرع حتى لو ده بيخالف للقانون؟ أسئلة في غاية الأهمية دون شك، ولدينا الرجل المناسب كي يجيب عنها فضيلة الدكتور علي جمعة. دكتور علي، دعنا نبدأ بالسؤال الذي علقناه قبل الفاصل قبل أن نشاهد التقرير. بالطبع لو أن لديك أي تعليقات فيما يخص التقرير تفضل يا سيدي. لا، نجاوب الأول. طيب، السؤال هو كان عن تعدد الزوجات، وهو أمر مجرم في عموم الغرب بلا استثناء، فهل يمثل ذلك تضييقا، وهل يصح التحايل عليه مثلا؟ هو أول شيء في بقاء المسلم في نموذج الحبشة اللي نستطيع نقول فيه أن الدولة لا تعارض الإسلام، ودي هي مذاهب العلمانية أنها لا تتدخل في الدين وتترك أهل الديانات يمارس كل واحد منهم، ولا علاقة للدولة بالدين أصلا، حتى إنها لا تريد أن تخدم أتباع هذا الدين، بالرغم أن خدمة أتباع أي ديانة ده من السياسة، لكن بعدا عن هذا كمان لا تخدم أتباع هذا الدين. يبقى إحنا في نموذج الحبش. ابن عابدين بيقول في حاشيته: لما نكون في نموذج زي كده واحنا في بلاد غير المسلمين، فالكوميونيتي اللي هي بنسميها جماعة المسلمين تروح تتفق مع الحكومة: يا حكومة، على فكرة احنا عايزين نبني مسجد، وطريقتنا ان احنا يوم الجمعة عندنا صلاة، والصلاة بنجتمع كده اهو، ويشرحوا لهم، وواحد مننا يقف يقول للناس الخطبة وياخد اذن. يبقى إذن أول شيء يعيش فيه المسلم في نموذج الحبشة الشرعية ليجل، يعني حاجة تكون قانونية. فما ينفعش إن أنا أقعد نائر القوانين. القوانين بتقول إيه؟ بتقول إنك ما تتجوز على زوجتك. القوانين بتقول إيه؟ بتقول إن الميراث إنما هو على الولد والبنت زي بعض. القوانين بتقول إيه؟ بتقول انك لازم تدفن في تابوت، مش تدفن الى القبلة ولا تدفن في كذا الى اخره. في اغلب الدول هناك مدافن، يعني يرخص بمدافن. انا هقول لسيادتك اللي حصل ايه في تجربة المئة سنة الاخيرة. انا بكلمك دلوقتي في القرن 19. نعم يا سيدي. فاللي حصل ان نماذج كتير حصلت، انجلترا وغرب اوروبا كلها وامريكا راحوا قالوا لهم احنا عندنا كده، راحوا سألين عن الحتة التانية اللي هي المرجعية، سموها بالانجليزي authority، legal والauthority. الauthority ده يعني ايه؟ يعني مرجع. ايه المرجع بتاعي؟ مين المرجع اللي بيقولك انك يجوز تتجوز اتنين؟ فقالوا له الازهر الشريف. الازهر الشريف ده احنا نسمع عنه انه هو كويس، وانه اكاديمية كويسة، وانه كذا الى اخره، ليه تاريخ وليه سمعة، ومن اعرق جامعات العالم الى اخره. فاذا
أيوة ده مرجع صحيح. القضاء الإنجليزي ياخد بيه، القضاء الأمريكي ياخد بيه. ليه؟ لأنه مرجعي. يبقى إذن أنا عايز في لما أقيم في هذه البلاد أمرين، الالتزام بالشرعية وبيان المرجعية. أنا مرجعيتي إيه؟ ليكي أيتها الدولة اللي أنت عايزة ما تأذنيش في عقيدتي وما تأذنيش كده. وبناء عليه والاتنين دول قدرنا ناخد منهم ان احنا ندبح في مذابح معينة علشان احنا دبحنا ودبح اليهود متفق، ما هوش في خنيقة مخنوقة وموقوزة ومتردية ونطيحة محرم علينا وعلى اليهود. احنا والخنزير ممنوع علينا، فعايزين يبقى لينا اكل خاص، فاليهود عملوا الكوشر واحنا بناكل من الكوشر ده لانه بالضبط اسلامي، وكمان مذكور عليه اسم الله، ومذكور عليه اسم الله وحاجات زي كده. يعني الذبح اليهودي حلال ولا ايه؟ حلال ده ما هو شرعي. طيب نمرة اتنين عايز ادفن، فهدفن بالطريقة الفلانية. نمرة تلاتة انا عايز وانا بتزوج اتزوج باتنين شهود والولي ومش عارف ايه كذا، اركان الزواج عندي وصيغه، فبروح اتجوز في المركز الاسلامي وسمحوا لهذا. صيغة هي اتفقنا مع بعض، عايز اقيم الجمعة واتفقنا معهم على قيام الجمعة. لغاية ما الكوميونيتي المسلم اصبح له كينونة واصبح له مدافن وله مذابح وله طقوس ويحتفل بالعيد وكذا وكذا وكذا. اذن هو ده اللي احنا عايزين، المرجعية والشرعية، الاتنين دول ما ينساهمش اي شخص يقيم هناك. جاي بقى انا عايز اتجوز تاني، طيب تقولوا ايه في الشرعية بتاعتكم؟ قال لي لا احنا في التسجيل مش هنسجلك، واذا سجلت اتنين هتوقعنا في مناقضات قانونية قالها واحد من ابنائنا. يعني دلوقتي الموضوع في فتح معهم يا سيدي. فتح من زمان. ايه المناقضات؟ قال لي انت لما تيجي تطلق الطلاق عندك صح ولا لا؟ قلت له صح. قال لي طب ما هو الصح ده هيترتب عليه ان الست دي هتاخد نص الثروه. طب والست التانيه هتاخد ايه؟ اذا ما عطتهاش حاجه تبقى ظلمتها، واذا عطت لها ربع وربع يبقى انقصت من الزوجه الاولانيه. قلت له طيب ما هو الزوجه الاولانيه موافقه وبتقول ايوه اتجوز التانية دي. قال لي روح اتجوزها شرعا بس مش هسجلها لك، لانك لو سجلتها لك هتناقض القوانين بتاعتي اللي انا ماشي عليها. قلت له طيب يعني انا دلوقتي هتجوز الست دي ومش هسجلها عندك يجوز؟ قال لي انت انا مالي بيك. طب عفاك الله يا دكتور، اولاده من الزوجة الثانية معترف بيهم عنده، ما هو الابن غير الشرعي معترف بيه، ما هو معه برضو. لا معلش بس ده معترف بيه، هما بيسموه غير شرعي الحقيقة، هما بيسموه الابن الطبيعي. طيب الابن الطبيعي ده ما هو برضو يعني الواد نفسيته تتأثر يعني الابن الطبيعي ما هو لو خرج بقى وعلمته مش معنى اخويا من الزوجة الاولى. دي مشكلتك انت، دي مش مشكلة بقاء المسلم في بلاد غير المسلمين. دي مشكلتك انت صح. وانت ايه اللي خلاك تتجوز اصلا مرة تانية؟ احتياجك لهذا الزواج بس اعمله بطريقة لا تعارض القوانين بتاعتنا. حضرتك دلوقتي بيقولك الامام الشعراني عبد الوهاب الشعراني بيقول ربنا الهم الناس دي، الهم كل البشر في بلادها بالقوانين بتاعتها علشان المعاش والارتياش. فما تجيليش حضرتك وتقولي لا اصلا دلوقتي عايز اخالف الكفار ولذلك الاشارة حمراء انا همشي. انت ليه؟ انا مستعجل يا اخي، انا معايا مريض وهكذا. ما ينفعش الكلام ده. ده كلام منقرة ده علاقة للاسلام والمسلمين بها. القضية هنا انه هو مشي مع واحدة، هم بيحرموا المشي مع الواحدة التانية دي؟ لا ابدا، بس مشي بما يرضي الله فتزوجها. تزوجها على الشريعة يعني. بس هي عندهم في القوانين بتاعتهم ما دمت ماشي. طب والزوجة عارفة؟ انا ما تعرف انا مالي. كل دي احوال شخصية، شوف الكلمة احوال
شخصية لا أنظر إليك فيها. فيبقى المسلم قادر في غرب أوروبا الآن أنه يعمل كده. أشد من كده بقى حصل في الهند. الهند من الدول اللي أعلنت صراحة أنها علمانية، لأن فيها أديان كثيرة، 300-400 لغة و 300-400 دين، فأعلنت أن هي علمانية علشان تقدر تستوعب هذا التنوع والاختلاف. فعملوا إيه؟ المسلمين هناك كانوا أجدع من المسلمين اللي في أمريكا في ناحية الاتفاقات مع الحكومة. راحوا للحكومة في سنة 36 وقالوا لهم يا جماعة احنا عايزين يبقى لنا قضاء شرعي خاص بينا نحكم ونتحكم فيه زي ما احنا عايزين. أحوال شخصية فقط ولا في كل شيء؟ كل حاجة. قالوا مالوا، عيشوا حياتكم، قضاء الشرعي احنا نوافق عليه. وأصبح المسلمون لهم قضاء شرعي يلجؤون إليه. سألت حضرة القاضي مجاهد الإسلام قاسمي، كان الكلام ده سنة 94، دهنا 20 سنة رحمه الله تعالى، كان عالما كبير. قلت له أنت حكمت حكم والحكم ده ما أعجبش أحد الطرفين من المسلمين المتحاكمين إليك، قال يلجأ إلى المحكمة المدني. قلت له طب كم حالة حدثت في السنين الأخيرة؟ قال من سنة 1936 حيث بدأ القضاء الشرعي في العمل وإلى يومنا هذا اللي هو كان سنة 94 لم تذهب إلى المحاكم المدنية حالة واحدة. قلت له ليه؟ قال لي المسلمون بيعتبروا ان ده كأنه خرج من هويته، كأنه خرج من دينه. المحكوم له والمحكوم عليه راضيان الاثنين ومتفقين على كده. ومن سنة 36 لغاية 94 يعني ادي 60 سنة محدش اشتكى ولا واحد راح. وده كمان يشير لسعادتك الى قدر عدالة القضاء المسلمون في الهند. لما جه بقى القضاء الموازي ده، يبقى الدولة عملت ايه في الهند؟ الدولة اقرت القضاء الموازي باعتباره قضاء عرفي وليس باعتباره قضاء نهائي. ومن اراد ان يتضرر او تضرر وابى بالحكم اللي بيتم بقى في الاموال وفي الانكحة وفي الميراث وفي كل حاجة، ومعيشين 150 مليون. فإذا عاش المسلمون في الهند بهذا واتبسطوا وعاشوا في ظل الدولة من غير مناقرة ومن غير. ولذلك المسلمين دول اللي في الهند رفضوا انهم يروحوا لباكستان او البنغلاديش لما علي جناح استقل باكستان. زاملت بعضهم يا سيدي، وكان وكنت أسأله دائما انت يعني انت مسلم ليه ما بتسيبش بلدك الهند وتروح باكستان مثلا؟ قال لي انا هندي، انا افخر جدا بقوميتي. كان ساعتها الرئيس كان مسلم. ما هو لغاية دلوقتي الرئيس ابو الكلام ازاد. لا, آه لا ابو الكلام ازاد ولا مات ولا انتقل الى رحمة الله تعالى. لكن ده تتالى لما انديرا غاندي كانت موجودة كان رئيس مسلم. كان رئيس لانه مسلم. طبعا النظام في الهند هو نظام برلماني، يعني رئيس الوزراء او رئيسة الوزراء هو اللي بيحكم حكم فعلي، والرئيس بيبقى لأمور تانية، يعني مش نظام رئاسي إنما نظام رئيس منصب برلمان. فضيلة الدكتور، لابد أن نذهب إلى فاصل بعده. موضوع يؤرق الكثيرين، أنت تعرف وأنت تفضلت بالحديث عن الثقافة والحضارة، وحضارتنا فيها سماح لأولياء الأمور الآباء والأمهات بأن يغلظوا قليلا على أبنائهم وبناتهم. يعني إذا الواد عمل حاجة وحشة زغدة كده، زي ما حضرتك عارف الأم المصرية ولا الأب المصري ما يمنعش ألمين على وشه، زعيقة، شتمتين من الشتايم بتاعت الأمهات دي. أنت عارف سعادتك في الغرب إذا الواد اشتكى ولا الجيران اشتكوا ودللوا على إساءة المعاملة هذه، يسحبوا العيل يودوه بيت رعاية أو يبحثوا له عن أسرة بديلة. وهذا أمر مؤرق جدا، نعرف رأيكم فيه بعد فاصل قصير.
أحد أصدقائي ابنته تحمل جنسية أوروبية وهي طفلة في بدايات المراهقة، عنف بها ذات مرة كما يفعل الآباء المصريون والعرب عموما، يعني هذه ثقافتنا. فما كان من البنت إلا أنها اتصلت بسفارة بلدها، وخلال ساعات قليلة قام أحد المسؤولين في تلك السفارة بزيارة الأسرة، طرق الباب قال لهم أنا نائب القنصل فلان الفلاني، أنتوا بتعذبوا البنت اللي هي اللي من جنسيتنا دي ليه؟ وكانت جلسة طويلة ومريعة مرهقة لأعصاب صديقي ولأعصاب زوجته أم الطفلة، وقال لهم شكوى أخرى وهتبقى مشكلة كبيرة لأننا هنسحب البنت، ولم تكن هذه الأسرة تعيش في هذا البلد الأوروبي الذي تحمل الفتاة جنسيته. الناس دي متشددة ولا ده الصح يا فضيلة الدكتور؟ حسب الحال يعني، أصله إحنا بنصور الأمور بطريقة كاريكاتيرية يعني، نقول إنه هو عذبها وفزع فيها مثلا أو على صوته، لا احترمي نفسك حاجة زي كده، لا ما يجرش حاجة وليس هناك في أوروبا ولا في أمريكا. وبعدين زغدة برضو في كده يعني، أنت عارف ما هو في فرق بين انه شخص يحبس بنته في البدروم في البيزمنت ويقعد حبسها مدة طويلة 20 سنة زي ما سمعنا حكاية في النمسا التعيسة وكذا الى اخره، ودي احداث متكررة ودي امراض نفسية اصلا، وما بين ان واحد بيعلي صوته على الولد او البنت. لا احنا كده بنصور الغرب برضو بشيء ليس فيه، هما ما بيتعاملوش بالكاريكاتير ده. لكن الشكوى بتبقى محل تحقيق ونظر. يعني لما البنت تتصل بالبوليس او الولد بيتصل بالبوليس بياخدوها مأخذ الجد، مش بيطنشوا، مش بيقول لها طب وماله ده يقطعك ويرميكي في الزيت مش أبوكي. لكن لا هو ما بيعملوش كده. لكن في نفس الوقت ما هوش ان احنا في امريكا بنشاهد الاسر وفي الشوارع الاب بيعنف على الاولاد وبيقصوا عليهم والام كذلك من غير نكير حتى من بقيه الناس. لكن مش احنا بنيجي نعملها بقى بصوره كاريكاتيريه انه هو فزع في الولد فاتصل الولد ليه؟ الكلام ده ما هوش سليم في ولايه خاصه للام على الاطفال لغايه سن 18 سنه. فتستطيع انها تقهر البنت وتقهر الولد بالخروج والدخول والفسحة والمصروف وكذا الى اخره وتضبط الامور، والواد تعلم في المدرسة كده. فاذا هي مش كاريكاتير قوي كده زي ما كثير من الناس مع الصدمة، صدمة اختلاف الثقافات، احنا لما بنروح بنصدم. انا عايز لكن ما تمسكش البت تزرق لها وشها وتديها بالبنيه، ويعني برضو ده كمان انها على السلام، ده افتئات شديد. لما نروح بقى الاخلاق النبويه فانه يقول انس رايح له ابن 10 سنين، ام سليم بنت ملحان ام انس جابته قالت له خدي ده خادم تبعته هنا، ف ربنا أكرم أنس بن مالك بأن لازم رسول الله. يا سلام. من ساعة ما جه المدينة إلى الانتقال الشريف يعني 10 سنوات. الولد كان عنده 10-11 سنة بقى عنده 21 سنة. بيقول إنه في حياته ما مدش إيده علي. في حياته رحت مرة أقضي له مشوار وبعدين لعبت مع الأولاد فتأخرت عليه، فلما جيت قال أرهقتني. يعني شوف خلي بالك ده مين، ده رئيس الجمهورية، ده قائد الجيوش، ده أكبر من ده بكتير، معلش بس دي الوظائف، ده القاضي، حضرة القاضي، رئيس المحكمة العليا، ده سيدنا. وكان فيه سواك، السواك ده عبارة عن حتة فرع شجرة قد الصباع كده. قال له
لولا أني أخاف الله لأوجعتك بهذا. لا إله إلا الله. لولا أني يعني كمان ما أوجعوش. لأوجعتك بهذا السواك. السواك اللي هو لو يعمل عليك. ولا يوجع إزاي يا مولانا. ولا هيوجع ولا يعني ما عرفش أنا دي إزاي. فالمهم سيدنا أنس طبعا استعيا بنفسه قوي والكلمة أثرت فيه أكتر وعلمت فيه أكتر من لو كان ضربه بالقلم ولا ضربه كذا. فتيجي تقول لي إنه ضرب وزرق الوجه. النبي عليه السلام لم يمد يده على أحد. الناس تتعلم بقى مش بيقولوا قدوتهم يتعلموا. هو ده السلوك. فضلت لا على امرأة ولا على طفل. يا سلام. ولا على أحد إلا أن يكون في الحرب. في الحرب كي يدافع عنه كده. وكان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله زي الأسد. فسيدنا النبي عليه السلام له سنة هي. يعني نيجي في الإيد فين نحطها هنا ولا هنا. وبعدين الأخلاق المصطفوية النبوية ندير لها ظهورنا. يبقى إذن إحنا في خلل عندنا في فهم الشريعة بجملتها. فضيلة وهو إنه أنا عندي أخلاق 95% و5% كل الشريعة. والله أنا آسف للمقاطعة فضلت الدكتور ومقاطعتك جريمة، لكن إحنا عندنا لدينا مشاهدون في غاية الشوق ولا أحب أن أزيد شوقهم لكي يتواصلوا مباشرة معكم. فضيلة الدكتور الأستاذ حسن. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، تفضل فضيلة الدكتور معك. أهلا وسهلا. أولا يعني أحيي الشيخ العالم الجليل التقي الورع شديد الفراسة الدكتور علي جمعة، وفاهم معنى كلامي. ليه سؤالين سريعين. السؤال الأول، أحد الناس اللي يعني بيعمل في دول أوروبية اضطره عمله أن يعمل في محلات خمور، ما حكم الشرع في ذلك؟ السؤال الثاني السريع برضو، هل من الأولى أن يتزوج المسلم وهو في بلاد أوروبية غير المسلمة، أم أن ينتظر ويتزوج مسلمة أولى تسترا أو سترا دي بنات المسلمين؟ شاكر أكيد. شاكر جدا يا أستاذ حسن. الأستاذة بسمة تفضلي يا سيدتي فضيلة الدكتور معك. أهلا يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضيلة الشيخ من فضلك. معك يا سيدتي فضل. تفضلي. أستاذ حضرتك فضيلة الشيخ، أنا كنت من يومين ببص على الفيسبوك فلقيت حد حاطط بوست، البوست عليه خريطة مصر منقوصة المثلث بتاع حلايب وشلاتين. ولما عملت سيرش على الانترنت لقيت برضو ان جوجل واتلس حاطين نفس المشكلة، ان الخريطة ناقصة. فانا طبعا حاولت ابعت ايميل لكذا يعني برنامج وكده علشان خاطر يعني نتلافها، لان انا مش هعرف حد من المسؤولين اقول له ده حاجة مهمة جدا بالنسبة للوطن، ده حاجة تتكلم عن الوطن يعني. طبعا فاستأذن حضرتك تتبنى هذا الموضوع، لانه دولتنا انا ولادي هما بعد شويه الموضوع دوت هيبقى على الانترنت، ولادي هيتعلموا كده، ولادي خريطه مصر هتبقى في مخهم ولاد كل الناس. والله يا استاذه بسمه انا مسرور جدا يعني. انا مسرور جدا من روحك الوطنيه الحيه هذه. شكرا جزيلا استاذه بسمه. ومباشره الى الاستاذه ساميه، اهلا بك يا سيدتي فضيله الشيخ معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. فضيلة الدكتور الجليل، أنا كنت عايز أسأل سيادتك إن ابني في بلد أجنبي. نعم. عيد ميلاد صاحبه طبعا من البلد جاب له يعني حاجات هدايا وكده، ومن ضمنها خمرة. لما قلت له لا ليه يعني، قال لي هي دي هديتهم. وأنا قدمتها، بس أنا ولا قعدت معاهم ولا شربت معاهم طبعا ولا حاجة، الحمد لله هو مسلم وبيأدي صلواته كاملة يعني. ده السؤال الأول، فيعمل إيه؟ حضرتك هو بياكل طبعا شرايح من سوبر ماركت لحمة أو فراخ، وطبعا أكيد هي لما يذكر اسم الله عليها، فهو يعمل إيه؟ وهو مفيش هناك أكل متاح غير كده. مشكور يعني حضرتك ترد على الأسئلة لو سمحت. شاكر جدا يا سيدتي. الأستاذة صفاء أهلا بك وفضيلة الدكتور معك. لا اسمعينا من الهاتف يا سيدتي. طيب يبدو انه انقطع الاتصال بالاستاذة صفاء. الاستاذة شيرين اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. اولا يعني ربنا يخلينا دكتور علي جمعة. يا رب. انا بس ليا سؤال صغير.
لو انا عايزه اقرا حاجه في تفسير القران ايه اسهل حاجه اقرا؟ وحاجه تانية معلش معلش اتفضلي. هل في امكانيه ان مبقاش في فواصل في البرنامج؟ وبعدين لما ما بقاش في فواصل، طيب مش حضرتك متصورة ان ده يبقى برنامج غريب جدا ساعة ونص ورا بعض كده؟ الشيخ محتاج يتنفس كمان ولا ايه؟ انا شاكر جدا يا استاذ شيرين، شاكر جدا. طيب نبدأ بحديث الاستاذ حسن الذي اشار الى رغبته في ان يحصل على حكم قاطع منكم فيما يتعلق بالعمل في محلات خمور في اوروبا. نعم، هو الحقيقة انه من اقام في تلك البلاد اصطدم بما قرره ابو حنيفة واصحابه من ان العقود الفاسدة حلال مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين. مش فاهم. الواحد وهو قاعد في فرنسا وفاتح بقالة، فبيفوت الفرنسي علي علشان يشيل البضاعة بتاعته، جبنة ولانشون وخمرة. فأنا مسلم، فروحت أنا ببيع مع الخمرة، الناس بتجيني ومبسوطة مني ومن أمانتي ومن دقتي وكل حاجة. فبيدخل لي أيام ما كان الحالة دي عرضت علي فعلا سنة 74، بيدخل لي 100,000 فرنك في الشهر. المئة ألف فرنك دول أنا ربحان منهم في ربح 10,000 فرنك بس المبيعات 100,000. فبيفوت علي الراجل بتاع الضرائب، بيفوت كل شهر زي محصل النور كده، وبيقول لي وريني حساباتك، فبوريها له على الشاشة بتاعة الكاشير، وبقول له أنا ببيع 100 وكسبت طبعا 10 لأن الربح معروف، يبقى بيقول لي طب والله أنت هتدفع 1,000 من العشرة اللي انت كسبته. اقول له طيب، وادفع له 1,000 واخد الايصال في امانة الله. فالراجل جه وقال انا مش هبيع خمرة. فلما ما باعش خمرة بقى الراجل يجي يقول له عايز ازازة خمرة وحتة جبنة وكذا، فيقول له اصلا ما فيش خمرة. فيروح للبقال اللي جنبه. فانخفض الحال من 100,000 من المبيعات الى 30,000. 30,000 كسبان فيها 3 مش 10، والحاجة عليهم 300 مش 1,000. فجه الراجل قال له ها عملنا ايه، هات الالف اللي في ذمتك اللي باخدهم كل شهر، 1,000 1,100 1,200 1,500 وهكذا. قال له لا اصلا انا ما بعتش الا ب 30. قال له ليه خير ما بعتش الا ب 30 ليه؟ قال له اصلا ما بعتش خمر. قال له ما بعتش خمرة ليه؟ انا مالي، انا عايز ايراد الدولة هو كده. أبو حنيفة أدرك هذا وقال كل العقود اللي هي البيع بتاع الخمرة والشراء والكذا إلى آخره حلال في دار غير المسلمين، لأن هذه بلاد ليست محلا لإقامة الإسلام. الناس ما تعرفوش ومش عايزاه. طيب ولو عرفت ومش عايزاه كيف؟ فقلنا له طب وانت جايب الدليل منين يا أبو حنيفة؟ قال تمن أدلة. العباس كان في مكة وأسلم يوم بدر. لما كان في مكة لغاية الفتح وهو يتعامل بالربا ويدي ويرمي، الربا ده باطل وحرام عندنا زي والعياذ بالله تعالى الفاحشة. فيبقى لما النبي دخل في الفتح وتحولت إلى دار إسلام قال ألا إني أضع ربا الجاهلية تحت قدمي هذه. وأول ما أضع ربا العباس عمي، يبقى كان عارف إن العباس عنده عقود فاسدة. لكن من حين إذن وقد تحولت مكة إلى دار إسلام بطلت تلك العقود، وقبل كده ما بطلتش ولا حاجة. استدل أبو حنيفة على مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة وهو في مكة. ركانة قال له يا محمد انا مصارع روماني كده كويس، تيجي تصارعني؟ قال له اي واجه صارعك. فصرعه على ثلث ماله، والمقامرة حرام، المراهنة دي حرام في الشريعة. فلما ان ركانة كان في دار غير المسلمين اللي هي مكة اصبح حلال. ومين اللي فاز؟
النبي عليه السلام وقعه اول مره، قال له لا انت انت خدتني على غره، قال له على تلت ملك تاني. فوقعه تاني مره، فتالت مره قال له شوف انت مش بشر عادي، انا عمري ما حد وقعني. الرسول عليه الصلاه والسلام كان قوي البنيه رياضيا جدا. ولذلك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قال له خلاص ولك مالك، وما رضيش ياخد منه. قضيه الروم، غلبت الروم في القضيه بتاعت الروم، مناحبه ابي بكر يسموها كده، جو من المشركين قالوا له يعني بيقول ان الروم هتكسب في بضع سنين. قال لهم ايوه انا ادفع 10 رهان كده، رهان زي الرهان اللي بنعمله على السبق والعياذ بالله، رهان 10 من الابل في ان فعلا في خلال 3 4 سنين تغلب الروم. وراح للنبي قال له لا زد في المده، لان بضع السنين دي في بضع سنين من 1 ل 9 من 3 ل 9 يبقى البضع هنا خليهم 9 وقول العشرة دول بقى 100 لانه كده متاكدين، يعني اقر الرهان. فاقر كده الرهان بس في مكه ومع غير المسلمين. فاخذ ابو حنيفه من هذا وغيره، علشان بس ما نطولش على المشاهد، انه العقود اللي هي العقود مش بقى يروح يزني، مش يروح يكذب، مش يروح يسرق، لا الغدر حرام ده في هنا وهناك. ايه العقود؟ ولذلك الولد ده يروح يشتغل في محل خمر. طيب اين نذهب من الحديث الصحيح لعن الله شاربها وشاريها وبائعها وحاملها الى اخر ذلك؟ في المدينة، في بلاد المسلمين. الراجل لما عمل كده والراجل خد منه الالف، هو طبعا كسبان كام؟ 3000، فاصبح بدل ما هو 10% اصبح خد منه 1000. قفل المحل وراح يشتغل عند واحد بقال تاني فباع الخمرة والخنزير، يبقى اتخرب بيته. الناس دي الريال استيت والعقارات وكذا الى اخره لازم نبيعها على مذهب ابو حنيفة، لان الشافعي بيقول كله ده حرام. ماشي، لكن انا كمان بتخير من الفقه ما يقيم أود المسلمين في العالم وما يحقق فكرة النماذج الأربعة وما يجعل المسلم قويا يده العليا مش يده السفلى. ولذلك احنا بنقول انه يجوز العمل في الخمور. الزواج من غير المسلمة احنا مش بنرحب بيه، وعلى فكرة مش احنا بس، ده احنا والمسيحيين ايضا مش مرحبين بيه، لان الأسرة دي وهي متمسكة بدينها وده متمسك بدينه وما بتبقاش. ولذلك لما يجي يسألني الشاب قبل الزواج أقول له ما تتجوز، اتجوز مسلمة. لما يجي يسألني بعد الجواز ومخلفين أقول له لا خلاص استقر، علشان أمسك عليك زوجتك وأولادك ولأن دي عيلة وما دمت سعداء. يبقى احنا قبل فتوانا بتتغير، وبتتغير ليه؟ علشان احنا عايزين المصلحة. الخريطة ناقصة، الخريطة ناقصة دي ما هو ده سبب البلاء اللي احنا فيه والأزمة اللي احنا فيه، ما دي كانت خطة، والخطة دي كل الدولة بتقاومها الآن وبتتخذ كل الإجراءات. ولأن جوجل لا رضي الله عنهم في هذا الهطل العالمي اللي مش راضي يشوف مصالحه فين بيعمل مثل هذا، لكنه فعل مثل هذا كثيرا وفشل، وأظهروا مصر وهي مقسمة إلى 4 ولايات والنوبة تحت شوية وهناخد حتة من السودان وسينا تبع حماس، وكل ذلك لا يكون إن شاء الله. وكل هذا مليء الدنيا بالإنكار عليه، ويقع في صحيح زي ما بتقول بسمة بعض التجاوزات، وإحنا له بالمرصاد. الأخت سامية بتقول إن ابنها بيأتيه هدية خمرة من أو أنه هو الذي لا أهدى إلى أحدهم. لا 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 هي بتأتي ده الهدية فبيقدمها لهم، لا يرميها في الكابينيه، يرميها في الحمام. ما يعملش كده لأن الخمر نجس. طيب حتى وإن كنت أنا قد فهمت خطأ، إهداؤها حرام طبعا، مقطوع به وانتهى الموضوع. نعم تمام. اكل لا اصل شوف 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 الفرق بين الاثنين. شوف لما اقول له يروح يبيعها لانه دي عقود، وانه لا ما يقدمهاش لان دي ثقافه، دي ده يعني
ده دينك، انت ليه بتعمل كده؟ لا تشربها ولا تهديها ولا تقرب منها ولا تعزم بيها ولا تضايف ولا الكلام ده خالص. وبيحترموك لان دي عقيدتي. والعيال الصغيرة لما بنوديهم المدارس بيكتبوا لهم ده بورك، ده هام، بورك، خنزير، اوعى تاكله. وفرحانين مع بعض يا عم كده، وبيعلموهم الانتماء من هذا، وانه كل واحد يعيش، وهذا هو الذي يعلم التنوع ويعلم الاحترام. لكن ان كان ابن اختنا صفاء الذي يعيش في بلد غربي ولا توجد لديه طريقة لكي يتأكد هو البرجر اللي بيأكله ده، يمكن ده لم يذكر عليه اسم الله، لم يذبح بطريقة شرعية، وما فيش أكل تاني يا مولانا. لا هي بتقول أهون من هذا. طبعا احنا لما بنكون في هذه الحال ناكل سمك، فإذا ما كانش موجود سمك ندور على كوشر، إذا ما كانش هناك الكوشر اليهودي، الكوشر اليهودي إذا ما كانش فيه كوشر يهودي نقول طيب حلال، حلال ميت. طب إذا ما كانش فيه حلال ميت طيب ناكل بروتينات، البروتين كتير، البقول يعني، البقول. طب إذا ما كانش فيه كده يبقى في فتوى إن احنا ناكل لحديث السيدة عائشة الفراخ دي وكل حاجة والأشياء دي ونسمي اسم الله عليها، لأن احنا مش عارفين هي ما المصيبة. المصيبة تكون مخنوقة يا مولانا. يعني ما هو في ورع وفي حلال وحرام. الحلال والحرام ده حد، والورع حد تاني خالص. عايز تتورع انت حر، ما تاكلش، ما تاكلش، فما تاكلش. لكن انت مش قادر او جسمك محتاج يبقى تسمي وتاكل. يعني ما بين نعم ولا مراحل كتير، ما فيش ابيض واسود كده. وبعدين الاخت شيرين بتقول اي التفسير اقرأ. طبعا التفسير زي ايه، احجام. فمن التفسير كويسة 4 مجلدات ابن كثير مثلا، بس هي قالت لسعتك حديث، وانا فهمت حديث دي تفسير حديث، يعني تفسير حديث. انا فهمته ايه بقى، انه سهل التناول، يعني سهل التناول. محمد فريد وجدي وطبعه مطبعة الشعب. ده سهل التناول وفي مجلد واحد. عايزة توسع اكتر من كده في الوجيز للشيخ وهبة الزحيلي. وموجود في المكتبات، تنزل الوجيز، تفسير الوجيز والآية، وبيفسرها، بيفك الغريب بتاعها وبيقول لي اذا كان فيها احكام ولا لا. طب في برضو في مجلد واحد. فضلت الدكتور، الحقيقة شاعت الان المواقع التي تقدم هذه التفاسير لكل مرتادي الشبكة العنكبوتية كما تعرفون، وهي تقدمها مجانا بدون أي رسوم. تستطيع أن تقرأ كل التفسير، حتى ابن كثير الذي تفضلت بذكره موجود في عشرات المواقع. هل هذا فيه شبهة؟ لأنه افتئات على جهة الطبع وجهة التحقيق، ويعني بالكيف. لا، لا، اغلب التفاسير ملهاش حقوق طبع. حقوق الطبع بعد وفاة المؤلف ب70 سنة بتنتهي. افرض تفسير حديث من هذا النوع مثلا لم تنتهي حقوقه، ملكياته الفكرية بعد، ده يبقى فيه اثم؟ ما هو في الاثم بيتأتى من التربح مش من الاستعمال. يعني انا دلوقتي مكتبة اشترت كتاب للشيخ وهبة الزحيلي، وده حقوقه محفوظة للطابع وكل حاجة، وأنا رحت قريته في المكتبة، يبقى ده استعمال طبعا. لكن لو إني طبعته وربحت فأنت بتقول الموقع حطه، ده حط النسخة اللي اشتراها، فمن حقه أن يضع هذا. إذن ففي فرق ما بين التربح وما بين الاستعمال. الاستعمال حلال وما فيش أي حاجة، وكلنا لازم نستعمل وننقل العلم، لكن التربح في أذية للناشر. صحيح. الأصل. زادك الله رحابة صدر يا سيدنا، وليس من المستغرب أنه أختنا شيرين تريد برنامجا معك بلا فواصل، لأنه كل يمكن فاصل أصدها أنه ما نكترش الفواصل شوي. كل فاصل بيخصم من حضورنا في مجلسك يا سيدي. لدينا الكثير من المتصلين والكثير من التعليقات على الرسائل النصية القصيرة وعلى تويتر، لكنني أبدأ معكم بالفيسبوك، وأذكركم بسؤالنا مرة أخرى، هل توافق
على العيش في الغرب وفق قوانين الأحوال الشخصية التي تجرم تعدد الزوجات وتساوي المرأة بالرجل في الميراث وتلغي ولاية الرجل. أنا كنت عايز أعلق على كلمة ساعتك. تساوي طبعا تركيا دلوقتي ماشية بعد ما كانت ماشية على الشريعة لغاية الخلافة ما سقطت العثمانية، تسير الآن إلى المساواة. فجاءتني امرأة تقية تركية وقالت لي أخويا يدعي بأنه المساواة دي غير شرعية. طب أبوكي كان مسلما ولا كان كافرا؟ قالت لي لا كان مسلم. طب وأخوكي تمام ومسلم هو التاني؟ قالت لي هو مسلم. قلت لها خلاص يبقى الولد ده هياخد التلتين وانت هتاخدي التلت، يبقى انت كده هتسيبي السدس اللي هو الفرق بين النص اللي الحكومة هتديها لها وما بين ما تستحق. قالت لي ده باتفاق؟ قلت لها باتفاق. قالت لي خلاص انا موافقة ما دام ده شرع الله. إذن المسلمين ممكن يعيشوا زي ما تكلمنا الآن في الهند، ممكن يعيشوا في وسط هذه القوانين بالشريعة أيضا. لكن من أين نأتي بامرأة بهذا الورع يا سيدي؟ الله يعني الله هو اللي هيأتي، إحنا ما بنأتيش ولا حاجة. لو تمسكت هذه المرأة أخوها مش هيعرف يعمل لها حاجة. خلاص وافقنا إنه في سدس كان عنده والسدس ده هي مش متنازلة عنه بموجب تلك القوانين غير الإسلامية التي غيرت وبدلت وكذا بوجه نموذج آخر معرفي كما يقولون، ولذلك مش هيعمل حاجة، الله غالب على أمره. لكن نحن نستطيع كمسلمين أن نعيش في كل الأجواء، هو ده الرسالة اللي أنا عايز أوصلها، إن إحنا كمسلمين أنا وإنت ممكن نعيش في جميع الأجواء، لكن لو واحد فينا رفض مش هنعرف نعيش، خلاص هنعيش فرادة، فهنرتد مرة تانية أو هنرجع مرة تانية إلى الإطار العام الذي أعيش فيه وهو الدولة. البعض يا دكتور حتى في بلاد الإسلام يتحايل على النظام المواريث الإسلامي ويكتب بعض ماله لكي يسوي في الحظوظ أو لكي يعهد للمفضل أو المفضلة لديه بجزء أكبر من التركة، ولكن بس برضو ده له نظام وله تراتيب أخرى، هذا يحتاج إفراد حلقة أخرى. هذا إن شاء الله إن شاء الله. الفيسبوك وتويتر بجد البرنامج رائع، ربنا يبارك لنا فضيلة الشيخ آمين يا رب ويطول لنا عمره، بس أنا كامرأة لا أوافق لأن إسلامنا يقدر المرأة وأرى المساواة في ديننا الحنيف أكثر من المساواة التي تطالب بها المؤسسات الحقوقية. ديننا يصون المرأة ويحميها. جزاه الله خيرا وخليها معانا هنا. يعني ما أنا ما بقولش لحد يهاجر، ده احنا بنتكلم على مشكلة أعمق وهي الأمريكاني الأصلي، الهندي الأصلي، الياباني الأصلي يعمل إيه؟ يعني هو ولد هنا ولا يعرف وطنا سواه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم كيف يعيش ويتعايش. أما المهاجرين فيتحمل مسؤوليته صحيح. وبيبقى بالغ، ده في أكثر من 20 مليون مسلم على الأقل في أوروبا في وحدها, الأستاذ أحمد رجب أبو العزم، إذا لم يكن هناك سوى هذا المصدر للرزق ولابد للعيش في هذا البلد، لابد من العيش في هذا البلد، فسأكون مجبرا على الاندماج في المجتمع الغربي بما لا يخالف شرع الله. هذه حقوق التنازل عنها لن يضر الشريعة وسوف أقبل. شكرا للورع، ولكن أيضا لا نكلف الناس ولا نحاكمهم إذا تركوا الورع وتمسكوا بالحلال والحرام. الأستاذ عبد الرحمن محمد سيد، الإجابة على هذا السؤال من أيسر ما يكون، وكما علمنا فضيلة الدكتور في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم. وأمر بالعرف طبعا، أنا آسف هذا خطأي أنا، ليس خطأ الأستاذ عبد الرحمن، نعم يعني للأمانة. الأستاذ محمد مصطفى، الضرورات تبيح المحظورات، إذا كنت مضطرا للعيش هناك فسأحاول تطبيق الشريعة على نفسي قدر المستطاع. أظن احنا في غاية الاتفاق يعني. فقط الواقع الواقع وهو دراسة النماذج الأربعة هتحل كتير من النفسية، هتخلي الواحد معتز بإسلامه أينما كان.
الأستاذة صفاء معنا عبر الهاتف. أهلا بك يا سيدتي، تفضلي. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ دكتور علي جمعة. يسمعك يا سيدتي، تفضلي. أنا سيدة مطلقة من محافظة سوهاج، والدي ووالدتي المتوفيين، ومعايا طفلة صغيرة يتيمة الأب، يعني أبوها الله يسامحه مطرح ما جاش. كنت ضمن أبوها في فرد تبع معرض الإخلاص الشركة الدولية، معرض أجهزة كهربية، ضمنت في فرد وسابني ومشى وطلقني واتنزلت عن كل جميع حقوقي. حاليا ما لقاليش مكان أقعد فيه أنا ولا بنتي، وعلي حكم نهائي حضرتك مطلوب مني من معرض الأجهزة الكهربية 10,000 جنيه، حاليا متعرضة للحبس للسجن في أي وقت، ومعايا طفلة يتيمة. أنا اتحبست مرتين قبل كده، ما لقيتش حد يطلعني خالص. بنتي بتروح مؤسسة أيتام، وحالتي لا حول ولا قوة بها، ما لقيتش أي حل على مستوى جمهورية مصر العربية حضرتك فضيلة الشيخ، ومتعرضة للسجن حاليا في أي وقت، ومش لاقية أي مصدر رزق ولا أي معيشة لبنت الصغيرة. سيبي نمرتك، سيبي نمرتك يا صفاء في الكنترول. السيدة أم محمد، فضيلة الشيخ يسمعك يا سيدتي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي فضيلة الدكتور، وربنا يا رب يجازيك على كل خير بتعمله فينا يا فندم. الله يخليك، تفضلي. كنت بس حضرتك يا دكتور، أنا عندي شهادات في البنك يعني مبلغ وكده، فكنت عايزة أسأل عن زكاتها، وأنا أصلا يعني بصرف على البيت، يعني أنا ما بقولش إن جوز حاجة سيئة جدا، بس يعني اللي بيجي مش مكفي خالص، فانا بس بصرف على البيت في نفس الوقت، مثلا يعني برضو بساعد ناس من اهلي والكلام ده كله. فانا بسال هل شهادات الاستثمار هل ادفع الزكاه 2.5 ولا ادفع 10% عن العائد؟ هل عملت فتره غلط جدا وخايفه ادفع 10% مثلا يكون ربنا هيجازيني، او يكون ده غلط، ولا اخد رأي الايسر اعمل ايه، وهل عليا وزر او لا؟ طيب يلا. شكرا يا سيدتي. المشاهده الكريمه ام هشام، فضيلة الدكتور يسمعك يا سيدتي، تفضلي. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام. لو تسمح، أنا بطلب من حضرتك تفهموا الأولاد الشباب اللي عندهم جدود، اللي احنا الجدود، علاقة الجدود بالأحفاد واحترام الجدود إزاي، لأن برضك دي حاجة مش عارفينها الأحفاد. شاكر جدا سيدتي، شاكر جدا. الأستاذ شريف، أهلا بك، تفضل. فضيلة الدكتور يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. احنا عندنا مجموعة بيوت جنبنا كده، فبتنزل عندنا مجموعة من القطط، فحاولت ان انا اسربها او امشيها من البيت، معرفتش. اولا بتتبرج على السلم بتاع البيت، فحاولت ان انا اسربها، معرفتش خالص ان انا اسربها، فهل ممكن نموتها بسمة ونعمل اي حاجة؟ فهل ده حرام ولا مش حرام؟ طب وحتى لو موتت قطط قبل كده هل عليا وزر؟ كفارة الوزر ده لو موتت قطط قبل كده؟ انا شاكر جدا لسؤالك هذا، وهو سؤال الحقيقة يمس حال الكثير من المصريين، هذه الآونة التي تكاثرت فيها يا سيدي عافاكم الله الكلاب الضالة، ده غير ايضا هناك حالة من الإقبال على تربية الكلاب في البيوت، ربما لداعي الحفاظ على الأمن، والأصوات تكون مزعجة جدا، وأحيانا الجراء الصغيرة تطلق في الشوارع فتتحول أيضا إلى كلاب ضالة، الموضوع صار مزعجا. فدعنا نبدأ بالأستاذ شريف إن تكرمت فضيلة الدكتور، ماذا يفعل بهذه القطط؟ لحل هذه المشكلة كان في زمان عندنا حاجة اسمها جمعية الرفق بالحيوان، وكانت جمعية الرفق بالحيوان عندها عربيات، وكانت تسير في الشوارع لاصطياد القطط المتوحشة والكلاب الضالة. وكان عندهم، أنا فاكر هذه وأنا صغير في أواخر الخمسينيات، كيف كان الرجل ينزل للقبض على الكلب السعران او الكلب الضال او العادي، العادي اللي هو بيعتدي، يعني الحيوان اللي بيعتدي، فكنا بنأمن ان نعذب الحيوان لان هذا ضد الإنسانية وضد البيئة وضد كل حاجة، وان احنا كمان ما نأتيش بضرر من هذه العوادي. العوادي يعني هي القطة لطيفة وكويسة، لكن ممكن تتحول الى مسعورة والى ضارة، وكان الكلب الواحد يعضه ياخد 21 حقنة في بطنه كان ساعتها كده.
وإلا يصاب بالسعار والعياذ بالله ونهاية الموت. فإذا العدوان ده يعني إيه فيه؟ لا إحنا مش هنسكت على العدوان. إذا الحيوان تحول إلى حيوان عادي، عادي يعني مش من العادة، عادي يعني معتدي من العدوان، فإنه يجوز لي أني أتعامل معه هذه المعاملة منفردا، أحطله السن منفردا. ما هو مش محرج الموضوع ده؟ محرج. ولذلك أنا عايز أوجد حل. الحل المجتمعي ان احنا نرجع الرفق للحيوان تاني ونؤيدها ونعملها وكذا الى اخره. كان في زمان واحنا ماشيين في السلطان ابو العيلة كده عيادات بيطرية لعلاج والتعامل الرفيق مع الحيوانات. النهاردة موجود حاجات زي كده، بس يبدو من كثرة السكان بقت غير موجود. لأنه مفيش وقت فضيلة الدكتور، أنا آسف جدا. في جملة واحدة، الأستاذ شريف يعمل إيه؟ يسم القطط ولا ما يسمهاش؟ طيب إذا اعتدت يسمها. طيب نعود إلى بداية الأسئلة. الأستاذة أم محمد صفاء طرحت حالة إنسانية، وأنت تكرمت بطلبي رقمي. لو سمحت يا صفاء خلي وإحنا نتصل بيك لحل المشكلة. وأم محمد طلع 10% من العائد، 10%. أم هشام والجد والجدة زي الأب والأم تماما. طيب بعض ولو قليل بحسب ما يتسع الوقت من الرسائل النصية القصيرة. طبعا الأستاذة ابتسام تشكر القناة لأنها تستضيف هذا العالم الجليل وهو آخر علمائنا. أنا معك في أنه عالم جليل، لكن إن شاء الله ما يكونش الآخر. ليه الآخر؟ هو دي عبارة سلفية قديمة، خاتمة المحققين. تلاميذه ده يعني إحنا مصر تستشرف الخير من تلاميذ علي جمعة كمان، وده جزء من دور علي جمعة. ما هو تفسير رؤية قبر الرسول في المنام يا سيدي باختصار شديد؟ البشرة. طيب سؤال أخير خاص بي أنا بقى الحقيقة، من صديق على تويتر بيقول لحضرتك: ما حكم تقبيل الزوجة بشهوة في نهار رمضان؟ حرفيا كده مكروه. طيب أنا شاكر جدا فضيلة الدكتور، والحقيقة أنا بضم صوتي لصوت المشاهدة الكريمة التي الأستاذة شيرين التي طلبت حلقة بلا فواصل. أنا هزايد عليها كمان وأطلب حلقة مضاعفة الوقت مع علي جمعة. الوقت دائما أضيق من علي جمعة. السلام عليكم.